هكاكا تطلع من غير ما تشاور؟ ماشي نفطر خويا. معك لجنة تقصي حقائق التاكسيات واللواجات والنقل الريفي والانتقال الديمقراطي. هاي تفضل السوق باش نحقوا معك. تقصي حقائق؟ شو مدخلني تقصاو عليا؟ ما ولا باس. وشنية اللجنة هذه؟ هذه لجنة انبثقت من الهيئة اللي تقرت في المؤتمر اللي أقرها المنتدى متاع الثورة. يا ولدي أنا ثورة؟ شو مدخلني تاكسيست في الثورة؟ عايش خويا عايش خويا، حتى حد ما فوق القانون، وأنت متهم حتى لين تثبت براءتك. واحنا عنا تساؤلات جاوبنا عليهم. اما سامحني، ما عندي حتى علاقه برموز العهد البائع. راني زوالي، والتاكسي متاعي ما اخوها بقرض على 20 عام، ورخصه التاكسي شديت عليها الصف 5 سنين باش خديتها. شديت الصف اكاو؟ شديت الصف مالاش عمل. ترى زيد ذكر سي براو. شديت الصف وجابت كابوسان في قبليه العام علي العساس باش دخلني. هاو بدا الشيء يظهر. هذه رشوه موظف عمومي في قبلي. يقول لي قداش من تبع السكر في الكابوسان؟ تتذكر مليح؟ اي زوز توابع سكر وما جبتوش مغرف، حرك بستيلو كان حاطه في وذني. فوالا انعدام ابسط قواعد الصحه. احمد ربي باش نمشي هالك محاوله قتل غير متعمد. يا ستار يا ستار، علاش هذا الكل؟ ملالاسي شباب، ثوره الحريه والكرامه هكاكا، ما هو الناس الكل باش تحاسب. شوف تعطيني الصحيح وتعاوني هكاكا انا نجم نعاونك. نعاونك ما عنديش مشكل. ايا هات الحكايه من الاول. تتذكر عامه الاخميس السيزيام؟ ايش مدخل تقصي الحقائق نتاع اللواجات والتاكسيات والنقل الريفي والانتقال الديمقراطي من فضلك؟ والانتقال الديمقراطي ايش مدخلهم في السيزيام نتاعي؟ اي ما خفيت السيزيام في العهد البائع. اي لازمك تتحاسب. اي سي برهومه، اليوم احنا كلجنه تقصي حقائق التاكسيات واللواجات والنقل الريفي والانتقال الديمقراطي حددنا الاتهامات نتاعك. اولا واحسب معايا، كابيوسان العم علي العساس فيها زوز توابع سكر، وهذه تهمة تعطيل السير الطبيعي للصف في الإدارات وأمام السفارات. ثانيا مدلس امتحان الإيقاظ العلمي عامة السيزيام متاعك، وهذه تهمتها تخريب البرنامج التعليمي للبلاد. وزيد جريمة اقتصادية، مرة رجعت ورقة ب20 في بلاست ورقة ب30 لتوريست، وهذه تهمة الإضرار باقتصاد البلاد. ولم يثبت عليكم تهمة التراسكيا في المترو نظرا لعدم كفاية الأدلة. يا ستار هذه الكل تهم إيش معناتها؟ نحيل دوسيك على القضاء، وهذه تهم 20 سنة حبس إذا سترك ربي. عليه تي هك ضيعتني. إيه بشوية بشوية سي برهوبة. تحب نمنعك يفرح بيا عاد. والتهم هذه الكل تنحيهم لي؟ ريت التهم الكل نردهم لك تهمة واحدة. تهمة واحدة معناتها مشدود مشدود. تي لا يا ولدي افهمني، في بلاصة التهم الكل نبدلوا دوسيك وردها تهمة قناص وتتعدى لك إشاعة.